رافين. طبعا قبل لا تبدا التظاهرات بثمان اشهر تاسست هي، شكلناها شباب ناشط مدني او مخرج او اعلامي، يعني كلهم كفاءات الشباب اللي عندنا اعضاء الرابطه. رابطه شروكين شغلها داخل التظاهرات دعم اللوجستي. الدعم يجينا عن طريق التبرعات محافظات ومن داخل بغداد. نمول الخيام الموجوده في ساحه التحرير من مواد غذائيه ومي وبيبسي وشربت والى اخره من يعني اللي يحتاجها المواكب. ويا اليوم صار لنا 49 يوم، احنا اصلا ما نستقبل اي حزب او حتى داخل الرابطه. اللي يريد ينتمي لابد يكون يعني مستقل غير متحزب، ذلك لان اعتقد تشوه سمعه الرابطه، لان هي رابطه ثقافيه وما نستقبل دعم من اي احزاب، انطونا دعم ورفضنا. طبعا استقاله عادل عبد المهدي احنا ما يعني اشكاليتنا مو الاستقاله، احنا نريد حكومه بديل لهذه الحكومه، من منصب رئيس جمهوريه ورئيس وزراء ورئيس مجلس النواب الى منصب مدير عام ووزير ووكيل وزير، كلهم ذولي احنا نريدهم يستقيلون، وبعد الاستقاله المستحق محكمه لابد ان يتحاكم. شعور وطني، شعور وطني هو اللي دفعني انه اجي واحضر هاي المظاهرات من اول يوم من 25 بالشهر. انا حسيت انه وطني ضايع، هذول ضيعوا كل شيء من عندنا من ايدينا. ومع هذا انه هاي الشباب طلعت اللي سموها العفو زعاطيط، احنا الكبار ثبتنا لهم وساندنا هالشباب اللي طلعوا اللي مكبوتين واللي مضغوطين من المجتمع ومن الناحية الاقتصادية، لذلك طلعوا خطية يطالبون بحقهم المشروع، لكن الدولة قمعتهم وما لبت أي مطالب من مطالبهم. بالحقيقة هي لو من البداية كانت في جزء لها أهمية، بس هسه ما لها أهمية، لأن القضية صار بيها دم، صار بيها دم. بعدين الحكومة قاعد تتماطل ويا الناس وتتراهن على المدة، عبالها هاي الشباب راح تعجز، بس الشباب مصرين وما يعجزون وما يتعبون، لأن بعد هاي صارت مسألة مصير ومسألة وطن. تضامنا ويا اخواتنا المتظاهرين والشهداء اللي شفناهم بالناصريه البارحه، يعني شيء يعني مرعب، يعني والله هو الشعب طلع بس بالعلم العراقي يواجهوه بالسلاح، ليش؟ هو شنو ذنبه؟ شنو اللي سواه؟ بس طلع بحقه هو هذا. واحنا مو بس احنا بارع، احنا كطلبه مو بس يعني ما نداوم، وهاي لا، احنا هاي السنه كلها فدوه للشعب وفدوه للراحه وفدوه للشهداء كلها، مو بس هاي السنه، وحتى لو ضاد بعد مليون سنه احنا نجي ونتظاهر ونطلع، مو بس لانه احنا عراقيين، لا، بل فدوه للشباب اللي راحوا همينا. شباب راح شنو ذنبها؟ شنو ذنبها اللي راحت؟ اكو دوام وجاي يداومون وامتحانات جاي سواها غصب علينا، لازم نجي نمتحن، لازم نجي نمتحن. بس انا وبعض الطالبات يعني عادي، يعني شلون نسوي اضراب؟ سوى اضراب لان اللي نشوفه الشهداء والعالم اللي دا تروح مو هين هذا الشيء. أني صار لي من يوم 25 هنا، وبديت كمسعفة متطوعة، وبعدها سويت حملات تبرع مني ومن الأصدقاء ومن الأهل، وظلينا مستمرين بهاي الحملات للأرواح الشهداء همتين، وكل يوم إحنا نجي وما رح نقعد بعد. لا، هاي ما تكفي، استقالته ما تكفينا، احنا نطالب بمحكمة بعدل، احنا نطالب بالعدالة، استقالته مستحيل راح تكفينا، لازم يرجع حق الشهداء، حق شهدائنا يرجع، لازم نحاكمه ونحاكم كل مسؤول وياه السبب دماء الشهداء. مظاهراتنا سلمية تماما وماكو اي شيء من المتظاهرين، كلنا سلمية. انا من يوم 25 هنا وكلهم انا يمهم، دا اروح على كل الاماكن، انا وياهم متواجدة بكل مكان وما شفت اي شيء غير سلمي، مظاهراتنا سلمية واحنا دا نتأذى فقط. الاستقالة مال عادل عبد المهدي لا تعني لنا شيئاً، لا من قريب ولا من بعيد. أما الحكومة مالتهم سقطت، ليه سقطت؟ لأنه دماء شهداء، فهذا هم ما عندهم شرعية. الحكومة اللي تسقط دماء عدها وشهداء
شرعيتها تنسحب تلقائيا تنسحب، فهم ما عندهم هسه اي شرعيه بالدوله. المفروض هسه كلهم يذبون استقاله، ما اقتنعوا نهائيا. لو تسال الطفل، لو تسال اي واحد هسه هنا، انا هاي شوف هذا التجمع الكبير، التجمع هذا الكبير، ها روح اسال اي واحد قل له ماذا تعني لك استقاله عادل عبد المهدي، يقول لك لا شيء لا شيء. هم مو هاي المشكله، المشكله يعرفوها هم كل الزين، بس هم ما يسووا. المشكله حل الدستور حتى تقضي على احزاب، حل الدستور. هم الاحزاب من كم من جذرهم ينشئ.